يلا اكيد رجعنا لكم مكملين معكم بكركبه. موضوعنا هلا لذيذ كتير صراحه. هلا معروف انه كل شعب له صفات معينه بيمتاز فيها، يعني مثلا الشعب المصري معروف انه هو شعب فرفوش. بالنسبه للشعب الاردني، بماذا يمتاز الشعب الأردني؟ ابعتوا لي واحكوا معي أكيد على 0788-953-953. خلينا نشوف هيك إحنا قديش لذيذين وكيوت ودمنا خفيف ومتحملين والبدكم إياه. إذن بماذا يمتاز الشعب الأردني؟ 0788-953-953 بستقبل كل مشاركاتكم. يلا سماحة عم تحكي، إحنا شعب دمنا خفيف ونخونجية وكشرتنا خصوصا الصبح وإحنا طالعين على الدوام. تحياتي لإلك أكيد، أهلا وسهلا فيك يا سموحة. يلا أحمد مطر، مساء الهلو عليك وتحياتي لإلك. عم بحكي أنه يمتاز الشعب الأردني بأنه مليان نشميين. تحياتي لإلك، أهلا وسهلا فيك بالزميل العزيز جدا. الله عنا هون على عم بحكي شعب الأردني بيمتاز أنه بياكل 5 أطنان شاورما باليوم. أما كمان إيمان عم تحكي نمتاز نحن الأردنيين بالشهامة والأصالة والكشرة. يلا تعالى عم تحكي الشعب الأردني يمتاز بالشهامة والكرم وحسن الضيافة والطيبة اللي مش بس فقط لا غير. أما كمان هون في عنا مشاركة تانية، راما من السعودية، مساء الهلو عليك يا راما وأهلا وسهلا فيكي. عم تحكي الشعب الأردني بتميز بخف الدم ولطافته، وهالشي شفته لمسته بالصيف، واللي بقولك الكشرة الأردنية كذاب. شفتوا احنا مش كشرين. يا اهلا يا اهلا وسهلا فيكي، شو اخبارك؟ هلا يسعدك، هلا مشتاقه. الله يسعدك سترد. الشعب الأردني بحب مليكه وبحب بلده. صدقتي انا معك. واحلى هويه لسيدنا. يلا طبعا تفضل. يا سيدنا افتح باب دارك ولاقينا، ايها حمام قصرك كله ما يكفينا، ايها حمام مانوك الخرسان غدينا، ايها خرسان مانوك الحرير كسينا، ايها حرير ما نلبس صيتك ووجودك بكفينا. الله عليك الله عليكي، يعني صراحة أسعدتينا حبيبنا أبو حسين. أكيد طب والعمرة إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. كتير انبسط باتصالك، أعطتينا طاقة جدا رائعة، شكرا لإلك. يعني إحنا الشعب الأردني ما في زينا، سواء كنا شعب أو أكيد مليكنا فوق رأسنا. تانيا حمودة كشرتنا هبتنا يا رندوشتي. روز عم بتقول أردني، أنه أردني فخر لحالها، فخامة الاسم تكفي يا رند. معنا سهيل عم بحكي، سهيل العتوم تحياتي لإلك. عم بحكي نحن شعب ممتاز بالواسطة، في منه شوي صراحة. يلا محمد حسن مساء الهلو عليك، عم بحكي الشعب الأردني يمتاز أنه صبور وبستنى يخرج من عنق الزجاجة. قربنا تحياتي لك أكيد يا محمد. معنا اتصال من إيمان. إيمان مساء الهلو عليك، كيف أنا منيحة مشتاقة لك، أنت شو أخبارك؟ منيحة اشتقت لك. أنا بالأكثر. أيوة خلاص، هيك كل أسبوع بحب أسمع صوتك يا إيمان. أمورك تمام؟ منيحة الحمد لله. والبيبية منيحة؟ والله مرشحة مريضة. سلامة قلبك، والله ثلث ارباع الشعب معلش هيك مع تغيير الطقس الا الواحد يمرض. لعد هيك يمكن يمتاز الشعب الاردني ثلث ارباعه مريض. بالضبط، خلص هيك جاوبتي عليها. تحياتي لك اكيد ايمان. عن جد بماذا هيك برايك بيمتاز الشعب الاردني؟ انا برايي بالكرم بالضيافه، شعب محب تحب الكل. صح. والبلد تسأل الكل، خلاص هيك انا مش قادر احكي اكثر من هيك. صدقتي يا ايمان، شكرا لاتصالك. بدك حبيبي، اهلا وسهلا فيكي دائما وابدا يا امولي.